يقول ما هي ضمانات، ما هي مواصفات الحكم الرشيد وضماناته؟ يعني أنت الآن سواء الحكم الرشيد مفهوم الإسلامي اللي هو الشورى، الشورى الحقيقية، أو مفهوم الغربي اللي هو الليبرالية الديمقراطية. يعني أنت ماذا تريد؟ تريد شورى وسلطة قانون، تريد شورى بمعنى أن الناس في اختيار الحاكم، الشورى في اختيار الحاكم والشورى في اتخاذ القرار، وتريد سلطة قانون. ما هو الضمانات؟ هل تكلمت هذا في محاضرة طويلة، لكن اختصر عليكم الجواب لأنه بعض الناس لا يعني لا يريد الجواب الطويل، وطلبت من الأخوة يعيدوا بث الحلقة عن هذا الموضوع. ما هي مواصفات وضمانات الحكم الرشيد؟ فإذا قلنا الشورى وسلطة القانون، ما هي ضماناته؟ ضمانات حاجتين، ما ليس ضمان، لا يضمن الدستور، ترى لا يضمن، ترى مصر فيها دستور، وسوريا فيها دستور، والعراق فيها دستور، العراق أيام صدام والآن فيها دستور، كوريا الشمالية فيها دستور. ما ينفع الدستور، كتابة الدستور حتى لو كان جميلا في قيم العدالة ما ينفع، ما يحقق العدالة. الدستور ما يضمن، ولا العرق معين. وتقولي والله الأوروبيون دول متعودة، العنصر الأبيض متعود على الديمقراطية، حنا ترى وحنا أفريقيا والصين ما عندهم ديمقراطية. غير صحيح، أوروبا عاشت 1500 سنة تحت القمع والاستبداد، توها يلا صحت، ولا يزال أجزاء من أوروبا فيها قمع. يعني روسيا تعتبر جزء من أوروبا، جزء كبير من روسيا جزء من أوروبا، لماذا تعيش الآن تحت سلطة بوتين الاستبدادية؟ فإذا لا العرق يعطيك ديمقراطية، ولا الدستور يعطيك ديمقراطية، ولا الديني بالضرورة يعطيك ديمقراطية. مو معناها أنك أصبحت مسلم يصير عندك شورى تلقائيا. الدين يكلفك طبعا، يأمرك ويلزمك بالشورى، ويلزمك بالمساواة، ويلزمك بالمحاسبة، ويلزمك باستقلال القضاء، لكنه من يضمن أنك تلتزم؟ من الذي يضمن أنك تلتزم؟ ضمانات الحكم الرشيد حاجتين، الحاجة الأولى قناعة الناس باحترام قيم العدالة والحرية والكرامة التي ذكرتها قبل قليل، أن الناس الشخص العادي يحترمها، يعني أو على الأقل أغلبية الناس يقدسون الحرية والكرامة والعدالة، يعتبرونها مقدمة على تحسن الاقتصاد، مقدمة على الخدمات، مقدمة على حصولك على بيت، أنه والله الحرية والكرامة أغلى من أنك والله يصير عندك بيت وكذا 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 إلى آخره. مو مثل كثير من شعوب الخليج والله مستأنس، يعني عايش عبد لأميره، خاصة في الإمارات وفي دول أخرى، بالعكس مستمتع بعبودته لأنه والله عنده بيت وعنده راتب قوي وعنده كذا إلى آخره. حتى في السعودية عندنا بعض الذين حالتهم جيدة. فإذا قناعة الناس باحترام القيم الكبرى، العدالة والحرية والكرامة، بغض النظر عن مرجعية إسلامية وغير إسلامية، المهم يقدس هذه المعاني. الحاجة الثانية، هذه ما تكفي ترى، قناعة الناس لا تكفي، الحاجة الثانية قناعتهم بحق الصفوة العاقلة بتقرير مصيرهم، حق النخبة العاقلة، النخبة التي تفكر أنه العامي يحترم أن والله العاقل هذا المثقف الفاهم المدريش الذي في البرلمان هو الذي يقرر مصيره، أو حتى لم يكن في البرلمان، كان في لجنة أو استشارة أو كذا إلى آخره، حتى لو كان معينا، يعني مجلس اللوردات يعينون في بريطانيا، يعني تعيينا هؤلاء العقلاء رأيهم مقدم على رأي العوام. إذا كان في الحاجتين هذه، كان هناك ضمان للحكم الرشيد. ولذلك الآن انتشار الشعبوية في أمريكا وفي أوروبا قدح في هذين المبدأين. أولا في أمريكا وأوروبا كثير من الناس لم يعودوا يقدسوا العدالة والحرية والكرامة، أصبحوا يلتفتون إلى شعارات وطنية ولا تحسن الاقتصاد، خل ترامب يمسك ما دام أنه خفت البطالة، ما دام قلت الأسعار، ما دام تحسن الاقتصاد، ما يخالف، خله يحكم، إن شاء الله يكون فاسد، إن كان مجرم إن كان يتلاعب بنا. فالعدالة والحرية والكرامة ما هي مهمة عنده. نفس الشيء في بريطانيا، البريكسيت هذه تصرف أحمق غبي، ومع ذلك طاروا فيه جزء كبير من الشعب، طاروا فيه طيران، لأنه عاش شعارات ولم يعش حقيقة. وهي كذلك نفس الفكرتين تقطع في المبدأ الثاني، القناعة بحق الصفوة العاقلة بتقدير المصير. لو كانوا يتبعون فكر الصفوة العاقلة لما اختاروا البريكسيت، ولو كانوا في أمريكا يستمعون الصفوة العاقلة لما اختاروا ترامب. فإذا الحكم الرشيد حتى في الإسلام، يعني أنت لا يمكن أن تضمن خلافة راشدة
تحكم بالشورى وتحكم بالعدل والناس متساوون أمام القانون، إلا بأن يكون هناك قناعة عامة عند الناس، لا تزيح العوامل العائلية والقبلية وتضع الإسلام وتضع المبادئ قبلها، وتزيح كذلك المصالح الشخصية، وتتخلص من الأمراض والنفاق، أمراض النفاق المنتشرة في المجتمع. فإذا سواء كان الحكم إسلامي أو غير إسلامي، أنت لا تستطيع أن تضمن الشورى وسلطة القانون إلا بهاتين القاعدتين: قناعة الناس باحترام قيم العدالة والحرية والكرامة، وقناعتهم بحق الصفوة العاقلة بتقرير مصيرهم. ونحن يعني نرى علامات صدع كبير في هاتين القاعدتين في أوروبا وأمريكا، ليس فقط في بريطانيا وأمريكا، حتى في فرنسا وحتى في إسبانيا وحتى في إيطاليا وحتى في بولندا والنمسا. هذه الظاهرة الآن أصبحت شبه متكاثرة، يعني تتصاعد بشكل سريع.